هدايا بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرت خدمتي ليه؟ والله يا هدية الكبير معذور برضه. جوني هتقول ايه؟ سوري هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. انا والله مش قصدي هدية، انا قصدي التشيك التانية. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابرة انها حلوة وغندورة وتلوح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. انا مشكلتي اني لسه بحبه وما استحملش اشوف حد مشاركني فيه. بجد انت سو كيوت يا هدية. ربنا يستر عرضك. بقول لك ايه، لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن اقعد احداكي لحد الصبح، عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماشي؟ ايوه طبعا تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضره في البيت. لا يا هدية، الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي راحة فين؟ هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربة دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهدية ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقة دي. ما انا كان لازم اقولها كده يا جماعة، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطة. ده انت الجلابية هتاكل منك حتة. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني، ما انتوا عملتوش رقاق النهارده ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه ده؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزة؟ الحفلة خلاص قربت. حفلة ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرة اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونترات وديحت بله وتمسح به لمؤاخذة قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في ميعادها. هاو كام؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك؟ They always seem really great because there's never ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد. هو واللذيذ ده شو يعني لذيذ؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوب كده، تندقيها تلزق في سقف البق. بجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لا شو سيلفستر، هذا اللي كيانو ريفز وشارليز ثيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. All I ever wanna know. Thank you.
يلا قلوا السجاجيد والعفش عشان هنسيق الدوار كله. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهاردة. بكرة الصبح أول ما نصحوا من النوم حفسحك في السيحة زينا قوي. هنطلع من أول النهار ما نعودوش إلا آخره. ولا بدخلها الشويري معنا. إيه هتقعدوا تتودودوا كده الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق عندنا شغل كتير. ما تتودودودش عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل العصبية؟ روجيه أنت مش مقدر حجم المشكلة. أنا بقيت النيو عمدة. ما ينفعش أول حاجة أوعد بيها أهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير إن إحنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا أهل البلد كلهم، شوف لي أي حل تاني غير إن الحكاية دي تفكس، شوف لي أي حل. لك خيي روق روق. يعني إيه؟ يعني الصبية ما بدها تغني، يا خيي اعتبرها تعبانة، مرضانة، أي شيء. مرضانة إزاي؟ ما هي قاعدة زي القردة قدامك أهي. خلي بالك، إحنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفلة ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنترات وجايبي ما في شيء. معقولة يا روزي ما شربتش حاجة لغاية دلوقتي؟ أو ما أجيب لك بقى حاجة تشربها. إيه ده؟ إيه؟ تصدق فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ أنت هتستعبط يلا؟ أنت عايز تقول إنك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبية جاي تغني كومبليمون، يعني من غير مصاري. وما بدها تغني غني لك انا اوفو فو 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 ما حلو 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 شوف لي حل في موضوع نيكول بقى حل من وين شو اعمل حل اقول لك شيء بطلع برقص يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا فوق يا روجيه فوق نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير هتشتغل اوراداتي اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك وأنبرك ماي هارت سي يو لاف مي أجيت وأنبرك و... واه 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 فين الخلقات؟ يا هدية إيه فين الخلقات؟ في الغسيل كل الخلقات؟ آه كلها في الغسيل ليه؟ أصلي لقيت عدتها في الدولاب وحتنشف ميتة العدة؟ الخلقات يا كوميديا قدامك البكرة الصبح يا من يعيش امشي نجري هاتي لي أي جلبية ولا أي ربراب ألبسها مفيش واه يعني عزالة تدلى الدوارك ده كيف رقاص البلية؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغسالة قد قلبي العدة في الدلاب عن هزره خميرة عقلنا ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات يعني ايه؟ طب وحتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده لا بقى انت وعدتني ان احنا هنخرج والله على عيني على عيني بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكرة ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني باه استحاله ده انا اتدرس في البلد ده انا عندي البس غازيه وامسك صدات احسن لي ليه يعني انا مش فاهم ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش مالها الجلابيه الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابيه تديك هيبه يعني ايه عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابيه لا طبعا انا هلبس فوقيها عبايه صوف انجليزي معتبره جلابيه ايه ولا عبايه ايه بس طبعا مش هينفع انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم دي صورنا هتنزل في كل الجرايد انت هتلبس بدله وبراند كمان لا بدلتي ما تعودتش على كده طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه عشان خاطري يعني داني عشان خاطرك البس ميول بجد يا كبير ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده ده مش خاطرك بس اللي كبير ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وديلك طوالي وإن بيرك ماي هارت سي يو لاف مي أجيت
قلّرتنا يا أخوة.